هاتف دكتور فهد المليكي أستاذ الإعلام الدولي في المعهد الدبلوماسي. تعقيبك دكتور فهد على ما جاء، إذا كنت تسمعنا أيضا، يعني سؤال: لماذا وصفت كل الأوساط الروسية وصفت هذه الزيارة بزيارة تاريخية، سواء كانت أوساط إعلامية، أوساط رسمية، أوساط غير رسمية، وصفت الكل أجمع على وصف هذه الزيارة بأنها الزيارة التاريخية وتشكل منعطف تاريخي؟ السلام عليكم، مساكم الله بالخير، وانا سعيد بقناه الاخباريه بالمشاركه. اهلا وسهلا اختي. بكل فخر نجد العلاقات الدوليه السعوديه خدمت ولا زالت تخدم القضايا العربيه والاسلاميه والدوليه من اجل السلام. لنا هدف معين هو السلام، وتعد المملكه العربيه السعوديه من الدول ذات الوزن الثقيل للعالم وعضو مهم وأساسي في المجتمع الدولي. صحيح. حيث أنها تملك قوة سياسية وقوة دينية مؤثرة في القرار السياسي والمتغيرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالقضايا العربية والإسلامية بسبب مكانتها المرموقة وعلاقاتها الفريدة مع معظم دول العالم، مما أعطاها المشاركة في صلح القرار الدولي على فكرة، وساعدت موقعها الديني أن تحظى بمكانة ومصداقية في قلوب المسلمين. صحيح. تاريخ العلاقات السعودية الروسية وزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه ويطول عمره ما هي جديدة، من عام 1926. وعلى فكرة ما هي الزيارة الأولى لخادم الحرمين الشريفين، كم كان أمير الرياض عام 2006. صحيح. قام بزيارة روسيا، فقامت الرئيس بوتين، كذلك بوتين بادل الزيارة معنا في عام 2007 بهدف تكثيف التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. هناك علاقة عميقة بين المملكة وروسيا. على فكرة أنه في 20 مليون مسلم في روسيا يشكلون 14% من إجمال سكان روسيا. صحيح. وجمهورية روسيا تهم المملكة العربية السعودية على فكرة، العلاقات معها قوية وتاريخية. بكل صراحة يا أختي، المجتمع الدولي يعاني من ظاهرة خطيرة في حق الإنسانية تهدد الاستقرار والأمن في دول العالم، وهذه الظاهرة يعني في المنظمات الإرهابية. صحيح. الدولية. دكتور فهد، بدأت حديثك بكلمة جميلة جدا: نحن دولة تريد السلام. فعلا. فعلا. ولكن هذه الزيارة إلى كيف ممكن أن تسهم فعلا في حلحلة الأمور في الدول التي لا تنعم بهذا السلام، وأيضا في الجانب اللي ذكرته، جانب الإرهابي؟ طبعا على فكرة نحتاج جمهورية روسيا، نحتاج صوت روسيا للوقوف مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب والدعم في حل القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط. ملف سوريا الحزين، أصبح هناك المجازر، صفوف أخواننا في الشعوب العربية، قضية اليمن، وقضية الإشكال والأزمة اللي بيننا وبين قطر. الساحة السياسية العربية في دوامة يا أختي. صحيح. بسبب التناقضات في صنع القرارات ذات العلاقة بعملية السلام العادل. أصبحنا ضائعين في معسكرين، المعسكر الشرقي بقيادة روسيا والمعسكر الغربي بقيادة أمريكا. أمريكا. صحيح. ولكن هناك توازن تحققه المملكة في علاقتها مع هاتين القوتين العظمتين، سواء كانت روسيا أو حتى أمريكا. أنا سميت المملكة العربية السعودية بالمستشار الدولي لخدمة القضايا العربية والإسلامية. المملكة لها تأثير وهي مميزة وفريدة في صنع قرار السياسي. والحمد لله، وهذا كرم من الله من سبحانه وتعالى. نعم. طبعا. ونجد الوضع الوضع الحمد لله تغير، والمملكه تسعى. لما نشوف الاهداف المملكه وسعيها تسعى للخير. العلاقات السعوديه الروسيه اخذت طريق جديد على فكره بالوجه الجديد الدبلوماسي المملكه العربيه السعوديه بقياده القياده الحكيمه الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان الله يحفظهم. امين. صاحب الامير محمد بن سلمان على فكره قام بزياره روسيا عام 2015، وقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين وتوسيع نطاق التعاون في جميع المجالات. نشكر الله على النعمه اللي اعطانا اياها، والمملكه لها تاثير قوي. يعني انت تتكلمين على دوله مؤثره. ما هي بسيطه المملكه العربيه السعوديه. صحيح. اشكرك استاذ الاعلام الدولي في المعهد الدبلوماسي، كنت معي عبر الهاتف من الرياض دكتور فهد المليكي ايضا.